ايش فيها السفينه هذه؟ فيها مساعدات. يلا ان شاء الله تحصل على المساعدات يا رب. نحن نصب صابرين على احر من الجمر للقاء هذه السفينه التي هي في البحر الان لوصولها لقطاع غزه، لناخذ منها طحين ومعاناه وطعام لتوزع على الناس سواسيه، لكي لا تموت الناس. انا ابدا اوديها لاولادي، بدها اعيش اولادي بدل ما هم ميتين من الجوع، اخذ بيزه وعلى كل كلام. ما فيش خبز، فيش خبز مشكله، فيش خبز عندنا في غزه ياكلوه، يعني هاي شهر رمضان ما فيش حاجه، وكله غالي، كله في السوق بتروح نار، حتى في السوق ما فيش شيء، فيش شيء تشتري. وانت شايف الوضع، يعني الناس قاعده لها 5-6 شهور في حاله حرب، فيش اشي، حتى لو في اشي فيش مصاري تجيب. وان شاء الله نعمل من الله ان الواحد يعني يجيب قوت اولاده، مش اكتر من هيك.